Minus 90 seconds and counting. All systems are go. We're about 90 seconds from the launches. لبناني لمع اسمه في وكالة ناسا وساهم بإطلاق رحلة أرتميس 1 الأولى من نوعها باتجاه القمر. تعرف إلى الشاب علي غصن. المهندس الأمريكي اللبناني الأصل علي غصن يعمل في مهمة تدريب رواد الفضاء بوحدة التدريب الأرضية التابعة لناسا. تابع في العام 2022 إطلاق رحلة أرتميس 1 الأولى من نوعها باتجاه القمر منذ انتهاء برنامج أبولو قبل 50 عام، والتي عملت آنذاك على تزويد الأرض بصور التقطت من مكان لا يبعد سوى عشرات الأميال من القمر. And here we go. 10. Hydrogen burn-off igniters initiate. 7. 6. 5. 4 stage engine start. 3. 2. 1. Boosters in ignition. And liftoff of Artemis 1. We rise together back to the moon. غصن الفخور بوجود اسمه بين أعضاء فريق ناسا إلى جانب مجموعة من المهندسين من أصحاب الأصول العربية، وفق ما أكده بحديث لموقع سكاي نيوز، أوضح أنه قائد الفريق على الأرض، ومهمته تتمثل بتعليم فريق رواد الفضاء كيفية صيانة المركبة وتجهيزها في حال أصابتها الأعطال خلال الرحلة نحو الفضاء. ابن البقاع علي غصن ولد جنوبي لبنان، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة في أواخر السبعينيات لمتابعة دراسته الجامعية في ولاية أوكلاهوما، حيث حصل على شهادتي الليسانس في الهندسة الميكانيكية والماجستير في إدارة الأعمال، وهو يعمل في شركة لوكهيد مارتن المتعاقدة مع ناسا لتنفيذ مشروع أرتميس. أقام غصن منذ العام 1989 في هيوستن المقر الرئيسي للتحكم بالنشاط الفضائي، لأن أي رحلة ترسل إلى الفضاء من مركز فلوريدا يتم التحكم بها من هيوستن. في مقابلته مع سكاي نيوز كشف غصن أنه وفريقه يعملون في الوقت الراهن على رحلة أرتميس 2 التي ستحمل رواد الفضاء، والتي من المقرر أن تدور حول القمر من دون أن ينزل الرواد منها على سطحه. كما لفت إلى أنه شارك رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في أحدث رحلة نفذتها ناسا، معرباً عن فخره بأن من ضمن فريق عملها رائد فضاء إماراتي، معتبراً أنه قدوة ونتعلم منه، وقال: نفتخر بأي عربي ينجح لنقول للعالم أجمع إننا نستحق أن نكون مع الرواد في الطليعة.